والسطور سحاب أقلب طرفي والعلوم عذاب أزور عصور النابغين وأنتقي في معرقل والنجوم صحاب أعز مكان واحة لما عارف وخير جليس بالزمان كتاب وخير جليس بالزمان كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم خير جليس. حلقتنا اليوم عن موضوع بناء المكتبة الأدبية، ويسعدنا أن نستضيف فيها الأستاذ إبراهيم بن سعد الحقيل، الباحث في التراث العربي والمشرف التربوي. أهلا وسهلا بكم أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، حياكم الله. الأدب هو لغة الأحاسيس والمشاعر، ويكاد لا يختلف اثنان على أن ركن الكتب الأدبية ينبغي أن يشغل حيزا مهما من مكتباتنا الخاصة. وبطبيعة الحال ستختلف نوعية الكتب من مكان إلى آخر بحسب القارئ، لكن ما المنهجية في اختيار الكتب عند بناء المكتبة الأدبية؟ كيف تؤثر الكتب الأدبية في صياغة فكر المجتمع؟ ما أسباب العزوف عن الكتب الأدبية؟ لماذا يعد البعض الخطاب الثقافي المعاصر قاصرا عن الإيضاح في مثل هذه الأمور؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محاور حلقتنا اليوم مع ضيفنا الكريم. نرحب بكم مجددا شيخ إبراهيم، وأهلا وسهلا بكم. يا هلا ومرحبا. بداية، لو عرفتنا يعني أهمية الأدب في حياة الأفراد والمجتمعات. الحقيقة الأدب ينطلق أهميته في الحياة البشرية بشكل عام أنه يرسم أنماط للتفكير، وكذلك يوجه المجتمع نحو ارتياد ساحات أخرى قد يجهلونها عن طريق بعض الكتابات التي تطرح في الميدان. فهو نسق لما يدور في المجتمع، يخرجه من حيز المجهول إلى حيز المعلوم. فكثير من الكتب الأدبية التراثية استخرجت من حكم العرب وأشعارهم وحياة الناس اليومية، كالكتب التي تورد قصص الفرج بعد الشدة ونشوار المحاضرة والقصص البخلاء وغيرها، كلها ترصد المجتمع الذي يعيش فيه الكاتب أو الشاعر أو الأديب. وبالمقابل من يتلقى هذا الأدب تسمه بميسمها وتؤثر في سلوكه. فمن يقرأ مثلا قصص، يدمن قراءة كتاب البخلاء قد يصبح بخيلا، ومن يقرأ قصائد الكرم والشجاعة يصبح كريما وشجاعا. ولذلك كان الخلفاء في القديم يحرصون على أن يحفظوا أبناءهم الذين سيتولون الإمارة أو الخلافة بعدهم القصائد والخطب التي تحث على مكارم الأخلاق وعلى محاسن الأخلاق. ولعل هذا من باب تأثير الأدب في فكر المجتمع، وهذا محور سنتطرق إليه بإذن الله في المحاور القادمة. لكن ما الأسباب التي تجعل القارئ يتجه إلى الكتاب الأدبي؟ الحقيقة أن الشخص هو ابن مجتمعه، فعندما تسود الكتابة الأدبية ويصبح لها روادها لا يكون هذا من فراغ، بل يكون لأن هذا المجتمع يطلب هذا النمط من الكتابة. عندما يرتقي المجتمع بتفكيره وتنتشر فيه محبة القراءة وينصرف الناس إلى التدوين وإلى الكتابة والإبداع، فإن هذا المجتمع يعتبر مجتمع قارئ ومجتمع مثقف. ولذلك عندما تزيد الأمية في مجتمع نجد أن الثقافة تنحط، وبقدر ما تزيد يزيد يرتفع مستوى التعليمي للأفراد ترتفع مستوى الثقافة والأدب في أي مجتمع كان. وهذا ما نلحظه في الحضارة الإسلامية. في العهد العباسي عندما انتشر الكتاتيب وأصبح كثير من الناس يجيدون القراءة والكتابة، ارتفع المستوى الأدبي للناس، وأصبح كذلك الناس يقرؤون ويدونون، حتى أناس مجاهيل لا نعرفهم أصبح لهم إنتاج ثقافي ثري. ومثل ما نلحظه في بداية عصر النهضة القرن 20،
في مثلا في مصر والشام وغيرها عندما بدأ التسابق نحو إنشاء المدارس النظامية والجامعات، نجد أن الحياة الثقافية ازدهرت، ازدهرت بسبب أن المجتمع يحاكي أن أفراد المجتمع جزء من المجتمع، فهم يتخرجون أو يدرسون أو يطلبون العلم في هذه المدارس وفي هذه الجامعات، ثم يطلبون هذا الأدب من من تبرز مواهبهم ويبدعون في هذا المجال الكتابي. نعم، لو عدنا إلى صلب الحلقة يعني حتى لا نستطرد، كيف أكون مكتبة أدبية؟ ما هي آلية اختيار الكتب حتى أكون هذه المكتبة الأدبية؟ قد يكون نستطيع أن نقول أنها على ثلاث مستويات. المستوى الأول للمبتدئ الذي في بداية الطلب وفي بداية الاطلاع والقراءة، هذا لا بد أن يكون معنيا بالكتب الأمهات الكتب التراثية التي ترفع الذائقة الأدبية وتنمي الحس الأدبي واللغوي. فمثلا عندنا ما ذكره ابن خلدون من أمالي القالي ومن الكامل للمبرد ومن البيان والتبيين للجاحظ وعيون الأخبار لابن قتيبة، فهذه نعم أدب الكاتب أدب إيه؟ وأدب الكاتب لابن قتيبة وكذلك أدب الكاتب للصولي، وهو يعنى بناحية الديوانية. ولعل هذه أمهات الكتب للمبتدئين يعني. هذه تقريبا التي يستطيع المبتدئ أن يبتدئ بها. هذا بالنسبة للتراث العربي القديم. التراث الحديث عندنا كتابات مثلا الرافعي والمنفلوطي، عندنا كتابات قد يكون بعض قصائد أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران وغيرها، عندما والرصافي، عندما يجمع المبتدئ في الطلب مجموعة من هذه الكتب ونظيراتها فإنه سيبني له مكتبة جيدة وسيرتقي بسليقته اللغوية وذائقته الأدبية. المستوى الثاني عندما يطلع الطالب الأدب على هذه الأمهات يصبح عنده ذائقة انتقائية الآن، فيرتفع إلى المستوى الأكبر، قد يكون مثلا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، كتاب مثلا الحيوان للجاحظ، كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، ويصبح هذا نسميه المستوى الثاني، وهو مستوى لا زال في طور الدرس والقراءة والاطلاع. جميل. ثم المستوى الثالث هذا للباحث، الباحث بالإضافة إلى ما ذكرنا من الكتب ونظيراتها فإنه لابد أن يكون لديه المراجع المهمة من المعاجم اللغوية والمعاجم الأدبية وكتب المطولات كشروح الحماسة وشروح المعلقات وما نسميه بالموسوعات اللي ألفت في القرن الثامن والتاسع الهجري، مثل كتاب بن شهاب النويري المسالك والممالك وكتاب كفالة صبح الأعشى وغيرها من الموسوعات التي لا يستطيع الباحث أن يستغني عنها. هذه تقريبا المستويات الثلاث. يأتي بعد المستوى الثالث قد يمتد إلى ما لا نهاية ما نقول، فقد الباحث يصبح باحثا وليس الآن، وارتقى من القارئ إلى القارئ الباحث الذي يميز الغث من السمين ويستطيع أن ينتقي، فيستطيع أن ينتقي مثلا من الأدب الحديث، مدارس الأدب الحديث، يقرأ ويقتني كتبها مثل الرواية بعض القصص التي ألفت في بداية عصر النهضة، الروايات الأدبية، الدواوين الشعرية، يستطيع أن يضمها لمكتبته، لأنه أصبح كما قلنا في المستوى الثالث وهو المستوى الأخير الذي يميز فيه يعني يميز فيه الغث من السمين. جميل. طيب رأينا دور النشر الكثيرة، يعني إعادة طباعة ونشر الكتب القديمة، كتب التراث القديم للشعراء القدماء، شعراء صدر الإسلام وشعراء الدول الإسلامية القديمة، ما رأيك في مثل هذه الإعادة؟ هل ترى أنها لها دلالة؟ بماذا توحي إليك؟ الحقيقة أن الأدب بشكل عام في إلى بدايات العصر العباسي لا يمكن أن يستغني عنه أي باحث، فالباحث في علوم الشريعة لا يمكن أن يستغني عن المعلقات أو يستغني عن شروحها أو يستغني عن جمهرة أشعار العرب
أبي خطاب العدوي القرشي، ولا يمكن أن يستغني عن كتاب الأغاني، ولا يمكن أن يستغني عن هذه الكتب الضخمة، لأن فيها تراثا شرعيا مثل ما فيها تراثا أدبيا. كذلك عندما ننظر إلى الحديث النبوي، وإذا ننظر إلى القرآن الكريم ابتداء، وبعده الحديث النبوي، ثم كتب المتقدمين من الفقهاء وأهل الحديث، نجد أن طالب العلم أو طالب العلوم الشرعية لا يستطيع أن يفهم هذه الكتب وفي مقدمتها كتاب الله إلا بعد أن يلم بالتراث الأدبي، لأن الشعر جمع أساسا والأدب بشكل عام جمع أساسا ابتداء لتفسير القرآن الكريم ولخدمة القرآن الكريم، ونشأ النحو والبلاغة والأدب لخدمة القرآن الكريم. كذلك المؤرخ لا يمكن أن يستغني عن الكتب التراثية القديمة، لأن فيها تاريخا مثل ما فيها أدبا، فيها أسماء أعلام وفيها أسماء أمراء وأسماء ملوك، وفيها كذلك أشعار تثبت بعض الأحداث التاريخية وترصد هذه الأحداث التاريخية التي حصلت. فإعادة التراث، هذه طباعة التراث، ليست مقصورة على محبي الأدب الذين يقتلون هذه الكتب، ولكنه يعني لكل فروع العلوم الإنسانية في اللغة العربية. نعم. ما رأيك في الاتجاه السائد الذي نراه الآن إلى الرواية، إلى الكتب النثرية الأدبية؟ ما رأيك في هذا الاتجاه السائد؟ الحقيقة أن الكتب النثرية لها دورات زمانية. في العصر العباسي وفي القرن الرابع والخامس الهجري انتشرت مثل هذه الكتب، فكانت بعض الكتب النثرية تلقى رواجا كبيرا، مثل حكاية أبي القاسم البغدادي، كانت هي قصة، عبارة عن قصة، أصبح مثل كتاب نشوار المحاضرة، كتاب الفرج بعد الشدة، عبارة عن قصص يرصدها الكاتب ويوردها، فكانت تتلقفها الأيدي ولها انتشار كبير. في بداية عصر النهضة بدأ يعني محاكاة الغرب، والغرب في قضية القصة والرواية. والحقيقة أن الرواية كانت في بداية القرن العشرين لا تنشرها المجلات الأدبية في ذلك الوقت، لأنها ترى أنها من سقط المتاع، الرواية مثل مجلة الهلال ومثل مجلة المقلات لا تنشرها، تنشر قصص لا تنشر الرواية. ونلحظ الآن أن الرواية أصبحت هي السائدة، وهي جزء منها قصص وتسمى مجاز الرواية، ولكن هذا يدل على يعني في العصر الحاضر يدل على اختلاف ذائقة المتلقي، وأنه ينصرف إلى ما يعني يحاكي واقعه الذي يعيش فيه، لأن هذه الرواية والقصص تحاكي الواقع في الغالب. فالإنسان يريد أن ينفس عن نفسه ويرى مثيلا له في هذه الحياة، في معاناته وفي ما يصيبه من مصائب وما يعانيه وما يصيبه كذلك من أفراح. فهذه الرواية تداعب أشجانه وتداعب كذلك أحاسيسها النفسية فينصرف إليها. ولذلك تجد أن كثيرا من الشباب والشابات يقبلون على هذه الروايات أكثر من الجيل، عندما يصل الإنسان إلى الخمسينات أو الستينات تجده ينصرف عن هذه الروايات بشكل كبير. نعم. لكن هل ترى هناك يعني بسبب هذه الروايات عزوفا عن الكتب الأدبية أو أمهات كتب الأدب؟ هل ترى أن الرواية كان لها دورا في عزوف القراء عن الكتب الأدبية الأصيلة إذا صح التعبير؟ والله لا شك أن الرواية والقصة القصيرة أو القصة بقصة القصة والقصة القصيرة والقصيرة جدا استهوت كثيرا من الناس، ولكن يبقى أن هذا شيء إيجابي، أن الناس تقرأ، ومن يقرأ الرواية سيأتي يوم من الأيام ويقرأ كتاب تراثي، وقد يكون أصلا لم يصل هذا القارئ للرواية إلا عن طريق الكتب التراثية. بالإضافة إلى أننا نجد أن كثيرا من معارض الكتب تكتظ بالمتسوقين وطالب المعرفة، ونجد كذلك الكتب الأدبية خاصة تنتشر انتشارا كبيرا،
وتطبع مرة بعد مرة كما ذكرت قبل ذلك، سواء التراث القديم أو التراث مثلا التراث الرافعي أو المنفلوطي أو أحمد شوقي أو عبد الله عبد الجبار أو غيره من الأدباء اللي قبلنا بخمسين ستين سنة مئة سنة، لا زال يطبع ولا زلنا نجده. لأن لماذا؟ لأن له حضور وله طلاب، وله طلاب. ولكن بسبب كثرة ما نراه، الازدحام اللي نراه على منصات دور النشر الرواية، نعتقد أن التراث يعني خف وهجه قليلا. ولكن أرى أن الدليل على ذلك كما ذكرت آنفا كثرة ما يعاد من طبعة أربعة، طبعة الخامسة، طبعة السادسة، اختلاف المحققين، قد تجد كتاب يطبع بأكثر من تحقيق ورغم ذلك له رواج. يعني ما نالت نصيبا من الظهور كما نالت الرواية والاتجاهات الحديثة السائدة، بسبب أن المجال النقدي للرواية فسيح، فتجد الناقد يجد في نقده للرواية حرية أكثر مما يجد في نقده مثلا لكتاب البيان المتسبين أو الديوان الشعري القديم. فكذلك حضور الناقد الذي الآن أصبح في كثير من الأحيان يتأثر بالمدارس الغربية، مدارس النقد الحديثة كالبنيوية وغيرها ومن بعد البنيوية، تجد أنها تسلط الضوء على هذه الرواية. بالإضافة إلى أن جزء من المجلات التي خرجت، المجلات الأدبية التي خرجت في فترة السبعينات أو التسعينات الهجرية وبداية وأواخر الثمانينات الهجرية إلى بداية القرن الخامس عشر، كان في أغلبها توجهها تتوجه لنقد الرواية وللشعر الحر وللشعر التفعيلة، فألقت عليه الضوء أكثر مما ألقت على الكتب التراثية. نعم. طيب، بعض الكتب الأدبية أو الروايات التي تنشر قيما غير إسلامية في نهاية المطاف قد لا تكون ظاهرة عيانا بيانا، لكنها في نهاية المطاف وفي ملخص، لو عملنا ملخصا لهذا الكتاب لوجدنا أنه ينشر قيمة سلبية، ليست قيمة حقيقة، أنه أمر سلبي. كيف التعامل مع مثل هذه الكتب؟ الحقيقة أن الكتب هذا، الروايات أو القصص، ليست الوحيدة التي تنشر يعني أدبا منحطا أو تخاطب الغرائز، نسميها أن تخاطب الغرائز مباشرة، ولكنها قديمة. فعندما نجد مثلا كتاب ألف ليلة وليلة، وهو كتاب ذائع الصيت وعربي المنشأ ويتكون من أربع أو خمس مجلدات، نجد أنه كتب في عهد متقدم، يعني في القرن، قيل القرن السادس الهجري وقيل القرن الخامس الهجري، فهو ليس جديدا على العالم، على الحضارة الإسلامية والحضارة العربية. ولكن مع بداية النشر الصحافة العربية وبداية المطابع وانتشار هذا اللون استغربه الناس، ولكن يبقى هذا الأدب أدبا وقتيا، فهو كما قال الفرزدق عن شعر ذي الرمة كنقط العروس، يعني تكون جميلة لفترة بسيطة أو مدة يسيرة ثم يذهب بريقها. ولذلك تجد بعضها تطبع أربع خمس طبعات وبعد أربع سنوات خمس من السنوات لا تجد من يعرفها، لأنها لا تؤطر أصلا، لا تؤطر منهجا أدبيا ولا تؤطر كذلك منهجا نقديا يمكن أن يسير عليها، لأنها تخاطب الغرائز وتركز عليها، بعكس الرواية التي تكون تحاكي الواقع المعيشي ولكن لا بد أن يكون فيها بعض الإيحاءات وبعض التلميحات كما ورد في القرآن الكريم وفي غيره في الأحاديث النبوية، تلميح وليس تصريح. فهذه تكون جزء كبير منها له هدف، له هدف سامي، لو لم يكن من أهدافها إلا أنها تبين الواقع الذي يعيشه الإنسان لمن يأتي بعده. نعم. لو عدنا إلى المحور الذي تحدثنا عنه في بداية اللقاء، لا وهو محور التوجيه الفكري، توجيه هذه الكتب الأدبية في وأثرها في الفكر العربي والإسلامي، يعني لنوضح للمشاهد الكريم ما أهمية هذا التوجيه الفكري، فبالتالي يجب الانتباه إلى مثل هذه الكتب الأدبية بما أنها موجهة لفكر المجتمع. أولا، إلى أي مدى ترى أنها موجهة؟ والله الحقيقة من نشوء الفرق في التراث التاريخ الإسلامي، نشأ لكل فرقة من الفرق متكلمون لها،
فالجاحظ على جلالة قدره وسيرورة كتبه تتبعه فرقة تسمى الجاحظية من المعتزلة. الزمخشري على سيرورة كتبه الأدبية واللغوية وتفسير الكشاف يتجه اتجاها معينا عقديا يحذر منه بعض. يعني هناك رابطة وثيقة بين الأمور العقدية والأمور الأدبية؟ لا شك لا شك. لو وضحت لنا هذه الرابطة حتى يتضح الجميع. لا شك. فمثلا تجد الكاتب عندما يكتب نصا معينا فهو بناء على معتقده ولا يكتبه إلا لهدف معين. فأنا عندما أكتب قصيدة في مدح رجل ما لابد أن أمدحه، وعندما أكتب أنا كتابا أدبيا لابد أن تظهر أثر المعتقداتي سواء الفكرية أو العقدية. حتى عندي قد يكون عندي معتقدات قد تكون ليس لها علاقة بالشرع ولكنني أبثها في أدبي هذا. فعندما ذكرنا مثلا الجاحظ أو ذكرنا مثلا طه حسين من المتأخرين أو غيره مثل سعيد عقل ودونيس وغيره، هو يبث أصلا معتقده العقدي والفكرة التي يعني يعتقدها سواء كانت من المتقدمين اعتزال أو رفض أو أشعرية أو غيرها، وفي الحديث سواء كانت ماركسية أو شيوعية أو ناصرية أو عدمية، يعني يرى أن الحياة عدم إلحاد، لابد أن تطبع أدبه بطابعه. ولذلك كان المتقدمون يحذرون من يبدأ في الطلب أن يعني يتعلق بهذه الكتب، لأنه لابد من بدأ في بداية الطلب يدرس هذه الكتب ويتعلق بها لابد أن تعلق به شوائب مما قرأ، لأنه كالأديم الخالي يكتب عليه، ولكن إذا صار هذا الأديم مليئا بالعلم لن يؤثر فيه شيئا. طيب، يعني اتفقنا وإياك على أن له مدى في التوجيه الفكري. طيب، كيف يكون التنبيه لمثل هؤلاء أو بنات هذه المكاتب الأدبية؟ كيف يمكن التنبيه إليهم بحيث أن يبني مكتبته الأدبية على أساس وثيق، على أساس أدبي وثيق، بحيث أن يعني رأينا الكثير إذا أتى يبني مكتبة أدبية أنه يعني يبتدي بكتب المعاصرين أو كتب بعض المغربين ويبدأ فيها في مكتبته بهذه الطريقة، بينما هو ترك الأساسات. ما رأيك في مثل هذا؟ والله الحقيقة يعني التوجيه في البداية الطلب ضروري. يعني من سيبدأ يكون مكتبته وهو مثلا في المرحلة المتوسطة ستتناهبه الأهواء، يعني ويصبح يعني أسيرا للكتب التي يقرأها. ولذلك توجيه مثلا المعلم أو الأب أو الأسرة أو الصديق أو الأديب الذي يحتضن مثلا هؤلاء الشباب ضروري. في مثلا نحن نقرأ مثلا كتاب الجاحظ البيان والتبيين أو الحيوان أو غيره، ولكنه لا يؤثر التأثير الذي نتوقعه، لأنه كتاب يعد تراثيا فهو يقرأه بسيرة الماضين. ولكن عندما يقرأ كتاب معاصر له وينشر ويضع في هذا الكتاب سمومه، هو ينظر أنه مماثل له ومعاصر له، فلا ينظر له بعين الماضي وبعين أنه من الزمن البائد، ولكنه يرى أنه مثل له وأنه لا بد أن يستفيد منه. الشيء الآخر، لا بد أن نملأ التراث القديم، فيه كتب يعني تفوق الحصر من الكتب الجيدة والكتب يعني التي ليس فيها مطعن عقدي. خاصة الكتب الحديثة لا بد أن يتنبه المتأدبون والمثقفون والمؤلفون والذين يملكون الأداة الآن لعدم ترك الساحة لهؤلاء الكتاب ليسيطروا على عقول الشباب. لا بد من يتضافر المؤلف أو الأديب والناشر لضخ يعني هذه المؤلفات في السوق، فيتلقفها صغار الشباب ومن في بداية الطلب، فتحميهم عن كثير من الشطحات التي قد يجدونها. بالإضافة إلى أن من بلغ يعني تجاوز مرحلة
يعني الطلب في ابتداء يسوغ له أن يطلع على ما شاء، لأن له عقلا يحكم ويستطيع أن يميز الصحيح من السقيم. نعم، ولعل الأمور العقدية في مقدمة هذه الأمور، يعني الانتباه إلى الأمور العقدية لا شك. نعم، الكثير رأيناهم يرسلون أبناءهم بدون توجيه إلى معرض الكتاب، بالتالي قد يقتني كتبا تخالف عقيدته، قد ترسخ في ذهن هذا المرسول كتابا أو فكرة غير مناسبة، بل قد تكون غير يعني ليست صالحة للعقيدة الإسلامية. كيف يكون هذا التوجيه؟ الحقيقة يعني معرض الكتاب مليء جدا بالمكتبات التي تمتلئ وتتزاحم رفوفها بالكتب الجيدة سواء التراثية أو الحديثة. وفي زيارتي لمعارض الكتاب خاصة في المعارض التي تقام عندنا، تجد أن الغالب على مرتادي هذه المعارض البحث عن الكتاب الجيد، ولكن لا يخلو الأمر من أن ينتخب الأب أو الأم أو العم أو الخال أو القريب المدرك لمثلا هذا الشاب الغض أن يختار له بعض الكتب ويضعها في قائمة ويطلب منها أن يشتريها. نعم، فهي يعني توفر له الجهد وتوفر له المال وتغني عن بعض المشكلات التي قد تحصل. نعم، بعد ذلك من اطلاع هذا الفتى الصغير على بعض يعني الثقافة. نعم، السيئة. الحقيقة أنها أزفت نهاية الحلقة. شكرا لك أستاذ إبراهيم الحقيل، الباحث والباحث التراثي الإسلامي، شكرا لك. شكرا جزيلا وأشكركم على هذه الاستضافة، وأقول لعل معارض الكتاب تكون إن شاء الله إضاءة في سماء هذا الوطن بما تجود به من الكتب النافعة على أبنائنا وبناتنا وعلينا نحن كذلك. شكرا لكم. نعم، شكرا لك. شكرا لكم أنتم أعزائنا المشاهدين. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا ونهاية مطافنا في الحديث عن الكتب الأدبية في بناء المكتبة الأدبية، عبر برنامجكم برنامج خير جليس، والذي يأتي تزامنا مع معرض الكتاب الدولي بالرياض. شكرا لطيب متابعتكم، ألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف ضياء والسطور سحاب، أقلب طرفي والعلوم عذاب، أزور عصور النابغين وأنتقي في معرقول والنجوم صحاب. أعز مكان واحة لما عارف، وخير جليس في الزمان كتاب، وخير جليس في الزمان كتاب.